حسام، عندي عبد الله عطيف، عندي موضوع ثاني. مشكلة الأهلي على شقين، في مشكلة إدارية وفي مشكلة فنية. المشكلة الفنية تتلخص في ما بين عمر السومة وما بين ريبروف. اترك لي كل اللي راح، اسمعني. انت عشت مع عمر السومة من يوم ما طلع من من نعم. مكتب معالي رئيس الهيئة لليوم للآن. نعم. تفضل. وانا يوم اتكلم انا اتكلم بالكلام اللي بشكل مباشر من عمر السومة ومن طارق كيال اصلا، انا اليوم كنت معاهم طول اليوم. احنا كمشاهدين ندري، حتى الناس اللي ما لها علاقه بالشان الاهلاوي ومتابعه للاهلي زي وزي بقيه الانديه يعرفون هذا الكلام. الاهلي عنده شقين، اللي هو الفني مشكله واضحه ما بين ريبروف وما بين عمر السومه، والمشكله الاخرى في عمليه ريبروف فنيا بالنسبه للمجموعه للنادي الاهلي. هذه احنا خالصين منها ومنتهين، وكل الناس مجمعين ان ريبروف يضيع المكتسبات الاهلاويه، لديه من الادوات ما يخوله انه حتى يفوز باكبر بطوله، ولكنه في نهايه الامر لم يقدم اي شيء. هذا كلام مش الاهلاويين اللي يقولونه، هذا كلام جاء على لسان لعيبه انديه اخرين، على لسان فنيين، على لسان زملاء اعلاميين، حتى رئيس الهيئه اكررها للمره العاشره في وقت من الاوقات غرد وقال الظاهر انه ريبروف حيوحشنا من التخبيص اللي كان عايش فيه ريبروف. الجزئيه اللي تخص ريبروف وعمر السومه، في ترصد، وانا اللي اعرفه انه عاده الغيره تكون ما بين اللاعب واللاعب، مش اللاعب والمدرب. الرجل هذا يعني انا حتى امس قلت معلومه مضحكه جدا، ضحكوا عليها اكثر لانها فعلا مضحكه. يعني تصوروا انه يصل مع عمر السومه يقول له انت لازم تغير الستايل حقك والطريقه في تنفيذ الفاولات، الفاولات اللي عمر السومه حسم بها بطوله الدوري 2016، ريبروف يقول لازم تغير الستايل حقك في الفاولات، انت تقلد كريستيانو رونالدو. تخيل. حتى فيما يخص عمليه اصابه السومه، انت تخيل العلاقه مفقوده ما بين المدرب وما بين نجم الفريق. تخيل طيله فتره انتقاله للعلاج ورجوعه وعمليه التاهيل، مدرب ما يتصل على لاعب ويتواصل معاه ويعرف ايش اخباره وين وصل في عمليه الاستشفاء والى اخره. الين جات سالفه القائمه الاسيويه، الطبيب النادي يقول انه حيرجع يوم 23 في شهر 3، عمر السومه قال انا حرجع في مباراه التعاون، وكان جاهز قبل مباراة التعاون. وعشان ما يتصادم المدرب، تخيل، عشان ما يتصادم المدرب مع الجماهير اللي أبعد من القائمة ويوضح لهم أنه قرارنا سليم، أبعد السومة وما لعبه في الرايت تايم اللي هو قال فيه عمر السومة أنا رجعت. خلاصة الموضوع، هذا الجزئية اللي تخص الجوانب الفنية. ريبروف فنيا يمكن ما يحتاج اني انا اقول، ريبروف فنيا اضاع على الاهلي الكثير من المباريات، الكثير من البطولات، وهي كانت في متناوله بصراحه. طيب. نجي للجانب الثاني اللي هو الاهم، انا حختصر في هذا الجانب. الجانب الاداري في النادي الاهلي كان جزء من المشكله، بدليل مباراه الرائد اللي هي في الدكه، اللي هي العمليه الشغله الاولى اللي حصلت ما بين عمر السومه وما بين باسم في الدكه. اليوم معالي تركي آل الشيخ واضح ان الرجل قاعد يعد الانديه للموسم القادم، ما يبغى الهلال او الاهلي او النصر او الاتحاد يكون في فوارق في المستويات بينهم. واضح انه يسعى انه يخلق من هذه الانديه كلها فرق قويه جدا عشان يضمن التنافس للسنه الجايه، والدليل انه قاعد يحافظ على مكتسبات الانديه من اللاعبين. عمر السومه يجلس في الاهلي لانه هو روح الاهلي. عبد الله عطيف رمانة الهلال يجلس في الهلال، وقيس عليها في بقية الأندية، واضح التدخلات هذه لصناعة الدوري قوي السنة الجاية. ماشي. وهذا يشكر عليها. طالما رئيس الهيئة جلس الأهلاويين على طاولته عشان يحل المشاكل حقتهم. إيش الناتج اللي طلع بعد اجتماع رئيس الهيئة بعمر السومة بطارق كيال؟ طارق كيال نائب رئيس النادي وعمر السومة النجم الأهلاوي. إيش اللي طلع؟ إقالة باسم أبو داوود. عمر السومه خرج معايا في السناب وقال انا اعتذر للجماهير السعوديه والجماهير الاهلاويه خاصه على ما بدر مني، المفروض انه ما يبدر مني هذا الشيء. طارق كيال رئيس النادي؟ نعم، لكن كان من واقع غيره على الفريق نائب الرئيس وحرص على بدليل يقول انا يكلمني شخصيا، بدليل يقول اني انا قلت للمدرب قبل المباراه ليله المعسكر قلت له انا ماني جاهز، نزل لي شوط ثاني مهند حرام لعيب وقاعد يسجل وحساسيته على الكوره افضل مني، ابدا فيه وخلينا انا شوط ثاني. هل هذا اللاعب يبحث عن نفسه ولا يبحث عن طيب. المجموعة. اذا انا بس بحب اقول اخونا سعود الصرامي انه طالما رئيس الهيئه جلس وكانت النتائج خروج باسم من النادي الاهلي ماشي واعتذار للسومه، الان قال لي في السناب انا هعتذر من المدرب وهعتذر من زملاء اللاعبين واعتذر لجماهير الاهلاوي.
الجماهير السعودية. إذن مشاكل النادي الأهلي في حدود ما تمخض فيها الاجتماع مع المستشار ماشي. مع نائب رئيس النادي مع عمر السومة أوكي. لا يتجاوز حدود باسم أبو داود ولا في شيء أكبر نهائيا ماشي. هذا فيما يتعلق بالكابتن عمر.